من جهة أخرى قال راوية أن أكثر من 1700 مليار سنتيم موجه للدعم الاجتماعي، وأن الجزائر لا يمكنها التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي. عارفين باللي المبلغ اكثر من 1700 مليار دينار جزائري يخص هذه التحويلات الاجتماعيه، وسياسه الدوله عارفينها، وسياسه فخامه رئيس الجمهوريه في هذا الشان هذه معروفه بان الدعم الاجتماعي باقي، ويعني لان المواطن الجزائري ما زال يستحق في هذا الشان.